كابتن تامر اتفضل. يعني انا شايف ان الماتشين، الماتش بتاع الاهلي والزمالك اللي جاي بمشيئه الله تعالى يوم الخميس، يعني اتوقع ان العصبيه والدوافع النفسيه هي اللي هتبقى متحكمه في المباراه، او هي الصبغه ديت اللي هتبقى طاغيه على اللقاء اكتر من النواحي الفنية طبعا. النادي الاهلي المباراه ديت بالنسبه له مباراه رد اعتبار من الهزيمه امام الزمالك في السوبر الافريقي. في بطولات كتير النادي الاهلي استحوذ عليها خلال الفتره اللي فاتت، انما البطوله ديت بالتحديد هتبقى بالنسبه للاهلي ليها معاني كتير. الاحداث برضو اللي بره الملعب بتفق معاك انها بتاثر مؤثر بشكل كبير جدا، ولو ان الاهلي يعني قطع العرق وسيح دمه من بدري، ودي ميزه وكفاءه، ميزه وكفاءه واحترافيه ادارات النادي الاهلي على مر العصور. بيعرفوا يديروا ازماتهم، وبيعرفوا يحجموا مشكلاتهم، وبيعرفوا يقوموا من كبواتهم. وهنا لما بقول بطولات للنادي الاهلي على طول تشاور بايديك الاثنين وبعينيك ولو حبيت برجليك كمان لادارات النادي الاهلي على مر الايه؟ العصور. ازمه كهربا تم احتوائها بالكامل، اتخذت قرارات تربويه عنيفه من بعد امبارح، خلاص الاهلي مركزين في التمرين واشتغلوا، انتهت القصه والناس ابتدت قفلت على نفسها، اشتغلت تجهيزا لمباراه رد الاعتبار امام الزمالك. على الجانب الاخر هيبقى نفس الكلام، في احداث حاصله، الاحداث ديت هي اللي طاغيه على الساحه. يعني النهارده جوميز وكابتن احمد سليمان ودكتور حسام المندوب اتكلموا مع اللعيبه، قالوا لهم افصلوا نفسكم بقى، احنا عندنا ماتش اهلي وبطوله، ويعني انسوا القصه خالص والمشاكل، وخلوا الناس تحلها والاداره والكلام ده. عايز اشكر احمد سليمان، لان احمد سليمان دلوقتي قايم بدور المشرف العام على الفرقه، وقايم بدور مدير الكوره لان مدير الكوره مش موجود، وقايم بدور رئيس البعثه كمان، لان هم اتفقوا هم الثلاثه. رئيس البعثه دكتور حسام المندوب. انا جاي لك. هم اتفقوا هم الثلاثه، يعني هو الدكتور حسام المندوب وحسين لبيب، على انهم يقسموا الشغل جوه هناك، ان احمد سليمان يبقى متحكم وقافل على الفرقه بشكل كبير جدا، وفاصل الفرقه عن كل الاحداث اللي بتحصل اللي انت قلت عليه. تمام. حسام المندوب مع حسين، مع الدكتور حسام المندوب مع حسين لبيب، الاثنين شغالين في ملف الايه؟ المشاكل اللي حاصله مع اللعيبه والتحقيقات بتاعت النيابه و الى اخره، بيحاولوا ان هم يخلصوها، فمتفرغين للايه؟ للنقطه دي. ولحتى الان احمد سليمان، كابتن احمد سليمان ناجح بشكل كبير جدا من اتصالاتي هناك بالمعسكر ومن داخل الكواليس، الفرقه معزوله بشكل كبير جدا، ويمكن يعني يكون ده يعني دافع قوي للزمالك يوم الخميس الايه؟ يوم الخميس اللي جاي بعد بكره، اللي هو هيبقى بعد بكره. بعد بكره ثلاثة، بس دخلنا في الاربعه، دخلنا في الاربعه. ما انت كريم مواعيدك بتلخبطني، هنعمل ايه طيب؟ مواعيد ايه؟ 12 ل 10 بطل، مانيش عارف انا طالع ثلاثة ولا اربعة، ها؟ يعني اقول بكره ولا اقول دخلنا في الاربعه؟ قول الخميس، قول الخميس. تعبني من طول عمري مش مزاجي يا كابتن.